بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. إذا في مبادرتنا مليون معلم ومدرب خبير، مايكروسوفت تتواصل الإبداعات. اليوم طبعا دورة تدريبية بعنوان فن كتابة القصة مع الدكتورة هدى عبد الله. قصة القصيدة. نعم، كتابة القصة. تفضل. إذا الدكتورة هدى عبد الله أبو المعاتي عبد الله، باحث شؤون تعليم بكلية التربوية جامعة قناة السويس، الرتبة أو الدرجة التعليمية التخصص الدقيق الآداب، دكتورة في الآداب في الأدب، المؤهلات العلمية، حاصلة على ليسانس الأداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية وأدابها بتقدير جيد جدا من كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس. مرحبا، أهلا وسهلا. وطبعا هي حاصلة على ماجستير في الأداب بتقدير ممتاز تخصص اللغة العربية وأدابها الشعبة الأدبية من كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس في ماي 2017، دكتورة في الأدب بتقدير مرتبة الشرف الأولى من كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس في 2020. تبارك الرحمن. إذن وهي أيضا متحصلة على شهادة إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها من كلية الآداب جامعة عين شمس بتقدير ممتاز في الفترة ما بين 22 و23، حاصلة على شهادة التأهيل التربوي لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها من كلية الآداب جامعة عين شمس بتقدير ممتاز في الفترة 2022. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحب أرحب بأستاذ أمير وأشكره على هذه الدعوة الكريمة، وأشكر أستاذة هادية على تعاونها معنا، وأشكر أستاذة فاطمة على وجودها معنا النهاردة، وأحب طبعا أرحب بالسادة الحضور وأهلا وسهلا بكم. بداية كده أحب أعرف بنفسي، أنا دكتورة هدى عبد الله أبو المعاطي، دكتوراه في اللغة العربية تخصص الأدب. بداية كده إحنا النهاردة هنتكلم في فن كتابة القصة القصيرة وما هي التقنيات المستخدمة في القصة القصيرة وما هي خطوات كتابتها وما هي برضو المشكلات اللي ممكن تواجه الكاتب عند كتابة القصة القصيرة، وبرضو هنتكلم في برضو الصفات الجيدة لكتابة القصة. هتناقش مع في كل الأمور دي مع بعض، ويعني اللي عنده أي سؤال وكده برضو هنستفسر مع بعض. أول حاجة أنا أحب برضو أوضح نقطة مهمة عن القصة القصيرة أو أي فن من الفنون الأدبية. في البداية إزاي أعرف إن أنا عندي أو أنا بعرف أكتب، بكتب قصة أو رواية أو مقال أو خاطرة أو أي شيء من الفنون الأدبية. أول حاجة الموضوع بيبدأ من سن مبكر قوي مع الطفل في المدرسة، يعني في مادة اللغة العربية في اللي هي الفرع اللي هو الخاص بالتعبير. الطفل بيبدأ المدرس بيطلب منه إن هو يكتب تعبير خاص بجانب من جوانب الحياة أو قضية معينة من الجوانب الحياتية، سواء مشكلة من المشكلات أو قضية مهمة يتم تناولها في المجتمع، أي موضوع من الموضوعات أو أي كمان شخصية مهمة وفعالة في المجتمع. بيطلب من الطفل إن هو يكتب في موضوع من الموضوعات
الطفل وقتها في طفل بيبدأ ان هو الموضوع لسه بيبقى غريب عليه، فبيبقى مجرد مثلا بيبدأ يحفظ يبدأ يحفظ عدد من الأسطر ويتم نقلها في ورق في ورقة الإجابة أو لما في الكراسة عامة في البداية. إزاي هو بقى يعني يعرف إن هو عنده الموهبة دي ولا لأ؟ هو كل إنسان ربنا بيديله موهبة أو ملكة خاصة تميزه عن غيره من الأطفال. في واحد بيبقى عنده موهبة الكتابة دي وما بتبقاش موجودة عند كل الناس، يعني هي بتبقى الحاجة دي بتبقى موهبة من ربنا، بتبقى لأطفال معينة بيبقى عندهم خيال واسع شوية. الأم لازم يكون ليها دور في الجانب ده، ولازم تبقى هي عارفة هل الجانب ده موجود ده في ابنها أو بنتها ولا لأ. إزاي طب تعرف؟ أول حاجة بتبقى مثلا لما بيبقى في التعبير، لو المدرس طلب منه موضوع تعبير اكيد طبعا الام بتتابع مع الطفل، بتبدا بقى تشوف الابن عندها او بنتها هل هي بمجرد بتحفظ وتحط المعلومات وتبقى خايفه قوي من الجانب التعبير ده، ولا هي عندها خيال واسع ممكن ان هي بتبدا من عندها معلومات وبتضيف كلام كتير في التعبير. بيبان طبعا في طريقة وأسلوب التعبير عند الطفل وهو صغير، يعني الأم بتاخد بالها إن مثلا دي مش حبة كلمات وهو حافظها وراصدها في الكراسة، بتلاقي إن أسلوبه مختلف، بيحط أفكار جديدة، بيبقى عنده الطريقة في السرد بطريقة فعالة بتميزه إن هو بيبقى مميز وهو بيكتب، بيبقى عارف إن هو إيه، عنده خيال واسع بيبقى باين في الكتابة. هي بتيجي تقرأ تلاقي الكلام ده من خياله هو، من إبداعه، مش بمجرد إن هو حافظ معلومات ومثلا حاجة دي موجودة عنده في درس معين فبيضطر يكتبها زي ما هي، لا بيبقى عنده خيال واسع، ممكن يبتكر قصص مختلفة، ممكن بيضيف عنده بمعلومات كان سمعها قبل كده فبيضيفها بطريقته هو في الكتابة. كل ده بيبان من هو صغير. طيب هي دلوقتي عرفت ان هو عنده موهبة في الكتابة، هي دورها ايه دلوقتي؟ هي المفروض بقى تهتم بالجانب ده من خلال المنتديات الثقافية، قصور الثقافة، تخليه دايما في الإذاعة المدرسية يكون عنده يشارك مع المدرسين ان هو يلقي في اللي هي الإذاعة المدرسية يلقي فيها. طبعا لازم يطور طبعا من الجانب ده من وهو صغير عشان بتبدأ عنده الحصيلة اللغوية تزداد، مش مجرد بس ان هو بيكتب فهو خلاص كده هيفضل هيبقى احسن حاجة وانه بقى كويس، لا لازم يكون بيقرأ كتب كتير، والكتب دي هتفتح له افق كتير وتفتح له مجالات كتير في كثير من الجوانب، سواء جوانب فلسفيه، جوانب اجتماعيه، جوانب اخلاقيه، وجوانب دينيه. كل ده هيقدر يكون شخصيته من هو صغير، وكل ده هيبقى ليه اثر فعال في كتابته لما بيكبر. دي نقطه مهمه جدا، لازم الام تهتم بالجانب ده عند الطفل من هو صغير، عشان في اطفال ما بتبقاش عارفه ان هي موهوبه اصلا، بتبقى لازم حد يقول لهم انت الله انت عندك الموهبه دي، ايه ده انت بتعرف تكتب، ايه ده مش عارف انت مختلف عن زمايلك، فهو ساعات ما بقاش عارف. وفي امهات ما بتاخدش بالها من الجانب ده، الطفل بيبدا واحده واحده ان هو يكتشف بنفسه ان هو عنده موهبه. مثلا ازاي بقى بيكتشف نفسه؟ دايما بيحب يكتب مثلا خواطر مع نفسه، تلاقيه مثلا موقف شافه اتأثر بيه فبيكتبه وبيسرده. طيب ممكن تعرض لمواقف حزينة او اي موقف مثلا حد حكى له عن موضوع ما فيبدأ يعبر عن ده بأسلوبه، وبيزود مثلا ان هو بقى طبعا بخياله بيبقى فيها جانب واقعي الى هو جانب خيالي ايضا، يعني طبعا القصه مش ان هو بيلقي او بيلقي الضوء على واقعيه فقط، لا هو لازم يضيف هو جانب خيالي
اللي هي الحبكة بقى الفنية الخاصة بالكاتب. لازم يكون الكاتب عنده جانب مميز بيميزه عن غيره من الكتاب. طبعا كل كاتب احنا لما طبعا اتربينا على كتاب كثيرين يعني مثل طبعا نجيب محفوظ وصلاح صنع الله ابراهيم ويوسف قاعيد وكثير من الكتاب، وطبعا حسين عبد القدوس، ويعني طبعا مش عايزين ننسى اي حد طبعا من الكتاب العظماء. فالجانب الادبي ده بيحتاج لمجهود كبير سواء من الأسرة وسواء من الطفل من هو صغير، عشان يبدأ يكون كاتب من هو صغير يقدر يكون ليه، يقدر بقى يكتب ويبقى ليه مقالات ويبقى ليه كتب يقدر ان هو تنتشر يعني في كثير من المساقات الأدبية او ينشرها بشكل فعال. طبعا لازم الأسرة تكون ليها جانب مهم في هذا الجانب. طبعا نبدأ بقى في القصة القصيرة عامة. اول حاجة القصة القصيرة، احنا عايزين برضو نوضح شيء مهم جدا، ان القصة القصيرة هي كانت الاول ظهرت دايما، كانت زمن انتشارها كان اكتر كانت في الغرب. في الغرب بقى كان من اشهر الرواد في الغرب كان موبيسان وإدجار لانبو وتيشكوف، ويعني طبعا دول الكتاب اللي هما الادب الانجليزي كان مشهورين بانتشار القصة القصيرة في ذلك الوقت. بعد كده احنا بدأ يعني القصة القصيرة تعرف عندنا في العقد الثاني من القرن العشرين. طبعا كانت وقتها في رواد وهم من اشهر الرواد اللي هم عرفوا بالقصة القصيرة في بداية انتشارها في الادب العربي، كانت على يد ميخائيل نعيمة، ده كاتب لبناني، وطبعا محمد طيمور طبعا ده في مصر، وفي كثير من الكتاب. ولكن بعد ذلك تطورت شكل القصة القصيرة وعلى يد بقى كثير من الكتاب اللي في الستينيات. كان طبعا عندنا نجيب محفوظ وصنع الله ابراهيم، وطبعا صنع الله ابراهيم كانت روايته اللي اتحولت لدراما اللي هي رواية زاد، وعندنا طبعا احسان عبد القدوس ويوسف ادريس. كل هؤلاء الكتاب كانت على يدهم بدات تتطور القصه القصيره. بقى ندخل في الموضوع، ان القصه القصيره في تعريفها العام هي فن تكثيف الموضوع في عبارات شديده الايجاز. يعني القصه القصيره تتميز ان هي بالايجاز وعدم الإسهال، وان هي طبعا بتتميز بالتلخيص، يعني ما نقعدش نسهب فيها كتير، بخلاف طبعا الرواية. ان الرواية بتتميز بان المدى الزمني عندها طويل وبتتميز بالوصف الدقيق، لكن القصة القصيرة هي بتتميز بإحكام البناء بتاعها محكم ومحدودة الشخصيات وقليلة الأحداث وقليلة وقصيرة المدى الزمني والتكثيف والتركيز. ده اللي بيميز القصة القصيرة عن غيرها من الفنون النثرية. طيب التعريف بقى الدقيق للقصة القصيرة، هي عبارة عن فن نثري بيتناول جانب من جوانب الجوانب الشخصية أو موقف من مواقف الحياة، بس دون الخوض في التفاصيل أو الأحداث. احنا اول حاجه احنا خلاص قلنا احنا ان القصه القصيره اللي بيميزها ايه، ان هي بتعتمد على التكثيف والتركيز والايجاز، ان هي بنائها محكم، ان هي المدى الزمني فيها قصير، الشخصيات محدوده، المكان محدود، بخلاف طبعا هي بخلاف الروايه بقى العكس، هي بتتميز بالوصف الدقيق والإسهاب اللي هو كلام كتير بقى، يعني الروائي بقى براحته بخلاف القصة القصيرة محكومة، يعني بناءها محكم.
الشخصيات في الروايه ممكن طبعا بتبقى في شخصيات رئيسيه وفي شخصيات ثانويه، لكن القصه القصيره بتكتفي ممكن بشخصيه واحده او شخصيتين، ما فيهاش شخصيات كتير، ممكن تقوم على شخصيه واحده بس، ما تبقاش عاوزه يعني او تحتاج لكثير من الشخصيات. الشخوص احنا قلنا شخصيات، المكان لا تحتاج برضو لاماكن كثيره، برضو ممكن تقوم في مكان واحد فقط يعني على حسب القصه، بس اللي هو بيختلف عن الروايه فيها المكان اماكن كثيره، يعني تحتمل اماكن كثيره في القصه او الروايه، يعني الاماكن بتكون في الروايه كثيره لكن في القصه بتبقى الامر محدود. الزمن برضو في القصه بيبقى قصير لكن في الروايه بتبقى الاطار الزمني بتاعها طويل. التكثيف والتركيز ده بيختص فين؟ في القصه القصيره، لكن في الروايه بتعتمد على الوصف يعني اللي هو دقيق وفيها اسهاب وفيها كلام كتير، بتختلف يعني اختلافا كبيرا عن الروايه. طيب التقنيات بقى القصه القصيره، اول حاجه بتبدا من ايه؟ من الفكره. الفكره استاذ امير الشريحه الخاصه بالتقنيات، تمام. الفكره هي الشيء المميز اللي هيدور عليه الموضوع، يعني انا لو عندي فكره مميزه هتديني قصه مميزه. طبعا الافكار، طبعا في كتاب عملوا موضوعات كتيره واتكلموا في موضوعات كتيره جدا، بس اللي بيميز الكاتب عن كاتب اخر ان كل كاتب ليه بصمه في كتابته، هي دي اللي بتميزه. فانا لو انا عندي فكره مميزه لازم اهتم بيها واكتبها وما استناش ان في اي وقت اكتب الفكره. لو انا جات لي فكره دلوقتي لازم اكتبها دلوقتي، لازم ان اسجل اي حاجه بتهدديني مفتاح لموضوع. يعني صحيت من النوم لقيت في فكره جت في بالي، ابدا على طول اكتبها في اي حته، في مذكره، في مفكره، في اي حاجه، في ورقه، بحيث ان هي ممكن تفتح لي موضوعات كتيره او موضوعات ثانيه لقصص ثانيه، وممكن ما تكونش قصه، ممكن تنفعني في كتاب، تنفعني في اي موضوع، او ممكن تنفعني في رساله ماجستير دكتوراه. يعني في حاجات كده بتيجي للانسان في شكل الهام كده، بتفتح له افق كتيره. يبقى انا عندي لازم تكون الفكره اول حاجه ايه، الفكره تبقى مميزه، هي اللي هتبين ان الموضوع فعلا يستحق ان انا اقرا القصه دي ولا لا. تبدا بفكره، بعد الفكره هتوديني للعنوان. هي تبدا بفكره اللي هو الاطار اللي انا همشي عليه، الموضوع اللي ممكن اتكلم فيه. طيب بعد ما اتكلم في الفكره خلاص انا حددت مع نفسي العنوان. العنوان ده بقى هو المفتاح بتاع العمل بتاعي. يعني انا دلوقتي هكتب قصه قصيره، فانا اخترعت عنوان، العنوان ده من خلاله هيمشي الموضوع. طيب انا لازم يكون العنوان ايه؟ العنوان لازم يكون متطابق مع الكلام اللي هتكلم اللي هيمشي عليه الاحداث القصه كلها، ما اجيبش عنوان وملهوش علاقه بالاحداث جوه، ولا ملهوش علاقه اصلا بالكلام اللي بتكلم فيه او القضيه اللي بناقشها او اي حاجه بتكلم فيها. لازم يكون بناء ان العنوان ده جزء مهم وهو الجزء الاهم في القصه. ليه؟ عشان انا عينيا لما بتيجي بتلقط ما بتلقطش الكلام من جوه خالص، انا عينيا بتلقط العنوان. العنوان جذاب ومشوق وفي يعني اثاره للقارئ، بالتالي انا هشتري الكتاب ده. الكتاب ده هو لفت نظري ان انا عايز اشتري الكتاب ده. فبالتالي ان العنوان هو سر نجاح العمل الادبي، سواء بقى قصه، روايه، خاطره اللي هي الخواطر، او المقال ده طبعا مهم جدا، ان شاء الله هنتكلم فيه في حلقات جايه باذن الله، ان المقال ده مهم جدا، ركن مهم جدا، ان انا ابقى اختار عنوان يتناسب مع القضيه اللي بتناقش فيها. طيب انا اخترت العنوان واخترته مبتكر ومشوقا ومتميزا ومن عوامل الجذب عندي، هبدا بقى بعد كده ان انا هخطط للقصه بتاعتي.
أبدأ أخطط للقصة بتاعتي إزاي بقى؟ أنا هكون معايا كراستي، هكتب، هبقى عاملة مخطط عندي إن أنا إيه هشتغل إزاي القصة، مش هشتغل عشوائي، يعني لما أجي أشتغل شغل ما أشتغلوش عشوائي، الشغل العشوائي مش هيديني نتيجة فعالة، لكن لازم يكون كلامي مظبوط ومرتب عشان أخرج بنتيجة مميزة، وإن القصة بتاعتي تبقى مميزة عن إيه؟ عن طبعاً الكتاب كتير، وفي كتاب اللي هو دلوقتي مشهورين دلوقتي إن هم مش بمجرد إن هم عايزين يوصلوا علم وثقافة وإن الثقافة تبقى باينة في القصة، لأ، في ناس تبقى عايزاها نظام تجاري، لأ، لكن إحنا لما نحب عشان نبقى نعرف فنيات أو تقنيات القصة القصيرة أو تقنيات أي عمل فني، سواء قصة أو رواية أو مقال أو مسرح، أي فن من الفنون، لازم يكون عندي تخطيط للحاجة اللي أنا هعملها. أخطط إزاي بقى؟ يعني برسم رسمة كده معينة اللي أنا همشي عليها، سواء بقى أنا هرسم الشخصيات إزاي، أشوف الشخصيات عندي هتبقى هسميهم إزاي، إيه تسمية الشخصيات، ولازم يكون حاجة مهمة جدا من يعني ما تخفلش علينا، ان لازم تكون الشخصيات تتناسب حتى يعني مع يعني مثلا انا بطلق على ان الشخص ده هيبقى شرير، لازم اختياري برضو للاسم يبقى فيه كده شويه من الشر كده، يعني يبقى مناسب للحبكه كده الدراميه، يبقى متناسب، او اللقب ممكن القبه على يعني يبقى لقب ليه ان هو يدل على ان هو برضو الشخصيه دي من شخصيتها فيها شر. يعني الاسماء عندي هي برضو مغزى للقصه، في اسماء بتبقى احنا بنحلل بقى الاسماء، نقول مثلا الاسم ده جاء مثلا عشان يبين فيها ان الكاتب عايز يوصل معلومه معينه، عايز يبين ان هو كانت اخلاقه ساميه وكان تميز مثلا بالاخلاص والوفاء والكرم، فلازم برضو الصفات الشخوص تبقى مناسبة في صفاتها، تبقى مناسبة للأحداث، تبقى مناسبة مع القصة وفي الدراما عشان تبقى فيه حبكة فنية. طيب أنا خططت لقصتي، ببدأ بقى في الافتتاحية. الافتتاحية دي ما تبقاش في القصة القصيرة بالذات تبقاش محتاجة كلام كتير، عشان طبعا احنا قلنا القصة القصيرة ان هي ما فيهاش إسهاب كتير، ما فيهاش إسهاب أصلا، يعني تبقى الكلام يعني بتخش في الموضوع بطريقة مشوقة وفي نفس الوقت بتدخلني على متن الموضوع، المتن ده اللي هو الظهر بتاع الموضوع اللي هو الأساسي ليا في القصة. طيب أفتتح أنا عبارتي بعبارة حوارية بتبقى لازم تكون جذابة عشان تلفت القارئ إن هو يكمل القصة، مش بمجرد أول ما أقرأ صفحتين يقول لا 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 أنا أصلا أنا زهقت من القصة دي، شكلها كده إيه جواها كده كئيب، في يقول لك ايه ده جواها كئيب، لا 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 ده اصل بيتكلم كتير وانا تعبت انا عايز اشوف ايه الاحداث هيحصل فيها ايه. فطبعا الطريقه برضو هي تفرق، فرقت بقى في ايه؟ في التكنيك ده، الطريقه في الكتابه هي اللي فرقت معايا، طريقه الكاتب هي اللي فرقت، عشان كده بقول لازم يكون كل كاتب ليه بصمه، ما يقلدش كاتب تاني، مهم جدا لازم نعرف الموضوع ده، ان طبعا في كتاب ممكن تحاول تقلد كاتب تاني في طريقه كتابته، ودي مشكله طبعا، بيبقى اسمه زي يعني بيبقى شخص كاتب مزيف شويه، بيبقاش اللي عارف يطلع احسن ما عنده، بيبقى يعني فيه شيء من التزييف، مش بيبقى كاتب من اصل الكتاب كتير، لكن الكاتب الجيد في كتاب بنعمل عليهم دراسات ماجستير ودكتوراه، انا بختاره بناء على ايه؟ وبناء على حاجات كتير، مقومات كتير، انا بنتكلم برضو لان الموضوعات بتفتح موضوعات والكلام كتير، بس انا بيبقى في حاجات بتلفت نظري عن كاتب، يعني تميز كاتب عن كاتب اخر، ان هو بيبقى ليه بصمته، ليه طريقه في ثقافيه، وبيبقى ليه مثلا نقول ايه ده الكاتب ده تناول فيها الجانب الاجتماعي، تناول فيها جانب سياسي، لا ده اتكلم في جانب مهم جدا جانب ديني، فيبقى هو شخصيه متنوعه، مش ان هو بمجرد يكتب روايه لمجرد التسليه، لا بيطلع منا بموضوع مهم جدا وفي غايه الاهميه، ان هو بيبين قيم واخلاق، وبينشر حاجات ان الناس تطلع منها ان يبقى فيها مواعظ، يعني في حاجات تبقى فيها ايه قضيه معينه نطلع منها ان احنا نستفاد
ما نعملش حاجات مخالفة للعادات والتقاليد، حاجات مش انتشرت في المجتمع فهو بيتكلم بيلقي النظرة عليها، فاحنا عايزين نغير من نظرة مثلا المجتمع في النقطة دي. فانا طلعت منها ان انا عايزة اغير من حاجة مش حلوة مثلا ومنتشرة في المجتمع، يبقى هو عايز يحول الجانب السلبي الى جانب ايجابي. طيب طبعا احنا قلنا المتن خلاص اللي هو صلب القصة. القصة طبعا لازم يكون احداثها فيها تسلسل، التسلسل الاحداث ده مهم جدا، ما ينفعش ان انا اكتب وخلاص ومجرد كتابة وخلاص، لا لازم يكون عندي تسلسل، تسلسل في الاحداث. استاذ امير نرجع بالشريط الاولانية، احنا لسه في البداية. تمام، احنا خلاص اتكلمنا في الشخوص، ان احنا قلنا بتعتمد على شخصية واحدة او اثنين، المكان لا يحتاج الى اماكن كثيرة، والمكان طبعا بيظهر برضو اللي مثلا سواء بيتكلم هيناقش القصة دي سواء مثلا في اي مكان عجبه، في حديقة، في شارع هيذكر فيها مثلا شوارع، هيذكر صحراء يعني، وسواء بقى مكان مفتوح او مغلق مش هتبقى، مش دي مشكلة الكاتب، دي بتناقش بقى في اتجاه تحليلي تاني مختلف، بس المكان اي مكان ولا يحتاج الى اماكن كثيره في القصه القصيره. الزمن في القصه القصيره برضو مدى الزمن بتاعها قصير، بناء على انها قصه قصيره فطبعا مش هيبقى الجانب الزمني يبقى فيه برضو قصير. طيب التكثيف والتركيز، طبعا قصتي لازم تكون ممتعه جدا وفي نفس الوقت حققت الجانب المهم من حيث التكثيف والاختصار. لكن لما اجي برضو بقرا القصه، لو لقيت ان انا عايز اتاكد مثلا ان انا ما فيش كلام كتير اثر في المعنى، او لو انا حسيت عندي في القصه ان في حصل ان لو انا جيت احذف كلمه او جمله في النص وكده ولقيتها مش متناسبه، ان انا احذفها بسيبها زي ما هي عشان ما يحصليش خلل في القصه عندي، يبقى انا ايه لازم يبقى يحدث عندي تكثيف وتركيز. واذا القصه عندي هحذف منها، عايز احذف منها ولقيت الجانب عندي الدنيا هتبوظ، لا مش ما ينفعش احذف، هسيب الحاجه زي ما هي. ممكن انا بطريقتي اغير اسلوب الكلام او اغير جمله مكان جمله، بس اهم حاجه يكون في ترابط وتكافؤ في القصه عندي، ما ينفعش يكون في غير مسموح خالص ان يكون عندي خلل في القصه، طبعا لان طبعا لو اثر في القصه خلاص القصه عندي هتبوظ، وطبعا طبعا مش هيبقى فيها ولا حبكه ولا كده، وهتبوظ كل الحاجات المهمه اللي هي بتميز القصه طبعا وتخليها قصه طبعا جيده، وقصه هتبقى فيها مكانه بقى. انا بشتغل على ان انا هكتب قصه تسمع معايا، مش مجرد بقى ايه ده يا عم حلوه القصه ماشي الحال، لا انا عايزه قصه تبقى ايه زي ما معناه نقول قصه محترمه، قصه شانها كبير يعني. ما هي بقى خطواتي لكتابه القصه؟ اول حاجه طبعا انا عشان اكتب قصه وانا خلاص عرفت ان انا عندي ملكه الكتابه وخلاص اشتغلت على نفسي، ان انا اعمل ايه بقى اشتغل على نفسي؟ انا طبعا انا عملت نفسي فرشه، اللي انا قرات كتير وقرات الكتاب حلوين كده وكلهم كتاباتهم معروفه، واخدت منهم حصيله لغويه من المفردات وتعلمت منهم وشفت بيكتبوا ازاي. دي بتبدا بقى باول حاجه، انا لما اعرف انا خلاص اخدت يعني عرفت ان انا عندي ازاي ما يعني عندي الملكه دي، واحنا قلنا مش موجوده لاي حد، دي ربنا بيديها لناس معينه بيبقى عندهم خيال غير ناس تانيين، يعني في ناس بتعرف تكتب في ناس ما بتعرفش تكتب، بس وهي ما تاثرش يعني ملهاش يعني، مش معنى كده ان الانسان التاني ده مش ذكي، لا كل انسان ربنا مديله ذكاء في جانب معين، في واحد بيبقى مثلا ذكي في الفيزياء، في ناس انسان يعني ذكي في الرياضيات، كل واحد في الجانب المميز ربنا بيديله جانب مميز بيميزه عن غيره من الايه من الناس، يعني كل واحد دي طابع مميز بيميزه. طيب انا عرفت خلاص ان انا عندي ان انا بكتب كويس جدا، وطبعا يعني الاسره عندي دعمتني وقالت لي ان انت لا انت كويس قوي اشتغل على نفسك، اعمل ايه بقى؟ اشتري كتب، اجيب كتب عن
ما يفيد القصة القصيرة أو الرواية أو المقال، أقرأ بقى كتير، مش لازم في جانب واحد، أقرأ في جانب علمي، أقرأ في جانب اجتماعي، أقرأ في الجوانب الدينية، أقرأ في الجوانب الفلسفية، كل الجوانب العلمية والأدبية أقرأ فيها. ليه بقى؟ لأنه هو هيديني، هيفتح لي كمان، هيديني معلومات كتير، وهيفتح لي أفق كتيرة جدا. وممكن من خلالها انت في حاجه اسمها الاقتباس، الاقتباس اللي هي زي النزعه الدينيه، يعني مثلا ممكن يكون واحد اقتبس حاجه نص قراني، فممكن يكتب العظه دي في وسط الروايه او القصه، فبيبقى عنده شيء من الوعظ الديني، ان هو بيلقي الضوء على شيء مهم جدا، ان مثلا احنا لازم نلتزم بالتقاليد دي، لانها في الجانب الديني ان الامر ده مثلا يعني حرام. يعني اتكلم مثلا في اطار علمي، اخدت معلومه مفيده هتفيدني برضو في الجانب، وانا بكتب هتفيدني في حاجات كتير. جانب ثقافي اللي هو مثلا الجانب الاجتماعي، هناقش مثلا مشكله في المجتمع وهتكلم فيها في جوانب سياسيه مثلا، او جوانب فكريه مثلا، مشاكل بتخص المرأة، حاجات كتير بقى. يعني لازم يكون عندي معلومات كتير، مش جانب واحد، أكون متعدد الجوانب، عشان يبقى كتابتي هي اللي هتبين أنا كاتب متميز ولا لأ. لو كتبت في جانب واحد مثلا، على سبيل المثال الجانب الرومانسي، ممكن أكتب جانب رومانسي بس في ناس بتبقى القصص بتاعتها بتشمل جوانب كثيرة، يعني ممكن يكون بيتكلم عن جانب رومانسي، وبيتكلم في واقعية، وبيتكلم في جوانب نفسية، وبيتكلم في جوانب سيكولوجية. يعني هو عمل تشكيلة عجيبة كده، بينت ان هو ايه الجمال ده، ايه العظمة دي، ده كاتب متميز. هو ده الكاتب اللي بتكلم فيه، مش بمجرد بقى ايه اللي هي زي اللي طالعه دلوقتي السريعة دي، اللي هي الحاجات اللي هي الروايات البوليسية، والروايات اللي هي بيسموها الرعب، روايات الرعب دي. يعني هي في ناس بتحب الجانب ده، بس يعني انا ما بحسوش ليه فايده وقيمه مثل الروايات الاخرى اللي احنا اتربينا عليها. وانا ذكرت منهم من هؤلاء الكتاب كثيرين. تمام، يبقى انا عندي القراءه ثم القراءه ثم القراءه. ليه؟ لاقتراء حصيلتي اللغويه من المفردات. خلاص عندي قرأت كتير، أبدأ بقى في التدريب على تدوين أفكاري. لازم يكون أدرب نفسي دايما على الأفكار، ولو جات لي فكرة ندونها، احنا قلنا على طول في ساعتها، ما استناش صحيت من النوم أروح أكتب الفكرة على طول، قبل ما يعني أي حاجة أكتب الفكرة. ليه بقى؟ عشان أنا لما أجي، لو أنا عدى عليا وقت مش هقدر أرجع لها مرة أخرى، هنساها. لأن الواحد في حاجة اسمها الذاكرة طويلة المدى، وفي حاجه دي اسمها ذاكره قصيره المدى. فبالتالي انا ممكن اكيد طبعا هتروح في ذاكره قصيره المدى ومش هفتكرها، ممكن افتكرها احيانا. في ناس بتفتكر، وفي ناس برضو يدوب بيصحوا من النوم مش بيفتكروا الخواطر اللي جات لهم دي. فبالتالي لازم اتدرب على تدوين افكاري على طول واستفيد منها، ممكن تفتح لي افاق لموضوعات اخرى جديده. طيب، تجميع خطوط القصه قبل البدء بيها، طبعا ده اللي احنا قلت عليه، ان انا اعمل لنفسي رسمه كده او مخطوط، ان انا همشي ازاي القصه، هشتغل ازاي قصتي عشان اخرج منها بقصه جيده، وفيها شخصياتي، فيها احداثي، فيها اطار الزمني، فيها كل فيها طبعا الاطار الزمني والشخصيات والمكاني. يبقى انا كده العناصر عندي بقت متوفره، واخرج بنتيجه كويسه جدا، وتكون قصه تستحق القراءه، تستحق القراءه. في قصص لا تستحق القراءه، بمجرد ان انا اقرا اول صفحتين ما بقاش عايزه اقراها تاني وبرميها. طيب، مراعاه التسلسل المنطقي للاحداث، لازم اهتم جدا بالتسلسل المنطقي للاحداث. ما ينفعش ان انا اكتب احداث بمجرد انا اكتب احداث احداث احداث، وانا مش مفيش ربط، احس ان انا بتكلم في وادي وارجع اتكلم في وادي تاني، او ارجع تاني ان انا اتكلم في نقطه كنت اصلا كنت ناسيها. لا، اصل الحته دي مش، ما ينفعش. في الجانب
استرجي. استرجي يعني ايه؟ ان انا بقول كلام. الكلام ده يعني ايه؟ لازم اقول ان الكلام بتاعي ده في القصه بالذات يكون مرتب، بالذات القصه. اصل انا مش هتكلم على مصطبه، او مش هتكلم مثلا مع زميلي او زميلتي، فانا ايه هيفهمني باي كلام. لكن انا دلوقتي هدي قصه لناس تقراها، يبقى انا لازم اهتم بالجمهور بتاعي. الجمهور بتاعي ده هو اللي هيقيمني، يبقى انا لازم عندي ابقى راسم خطتي بشكل جيد جدا وفعال، واعرف ان هبدا ازاي. لو انا بدات بطريقه صح هتبقى النهايه صح. يبقى انا عندي لازم التسلسل المنطقي للاحداث وبشكل فعال، ويبقى ليه تاثير ويبقى فيه تشويق. اهم حاجه في القصه يكون في جانب التشويق. طيب، ان تكون للقصه هدف تسعى لتحقيقه في نهايه القصه. ده انا قلت عليه برضه في البدايه، قلت لازم القصه يكون احنا نكتب قصه لهدف، مش ان انا اكتب ان انا اسلي وقتي وخلاص، او انا اطلع بكلام اسمه هابط ملوش 30 لازمه. لكن لازم يكون ليا هدف، وان انا اخلي القارئ يشارك معايا في القصه. لازم ابين عادات وتقاليد، ابين فكر جيد، اناقش حاجه يعني في المجتمع عايزين بدل ما هي سلبيه، او اخلي الشباب يتحولوا الى ايجابيين. ويبقى عندي هدف مهم جدا للقصه، ومش هكتب قصه وخلاص. طيب، قال لنا تقدم في قصتك مواقف ضمنيه على سلوكيات مرفوضه اجتماعيه. انا مثلا مش عاجبني سلوكيات معينه، فانا هوقد عليها الضوء في المجتمع، سواء انا معاها او ضد. انا ما بقولش الموافقه على الموضوع ده، انا ماليش ده. انا بلقي الموضوع وبحاول بقدر الامكان ان انا اطلع بان انا يعني اناقش الموضوع، بس ببقاش ان انا بقول ضمنيا ان انا ضد الحاجه دي او ضد الفكره دي. لازم يكون ده في القصه، ان انا ما اكونش موافقه يعني على سلوكيات مرفوضه اجتماعيا، حتى لو انت هتاخدها من جانب استعطاف. يعني ممكن مثلا واحد يحلل يقول اصل هو عمل كده عشان هو تعرض لظلم معين، اصل هو عمل كده اصل مش عارف عشان اتظلم من مش عارف من مين، هو عمل كده اصل من هو صغير تاثر حصلت له حاجه يعني مشكله نفسيه او اي جانب يعني. فالمهم هو المفروض ما يلقيش اي موافقه ان هو حاسس باستعطاف للجانب ده. يعني هو معاها كاستعطاف، ممكن يكونش هو معاها كان هو رافض، يعني ان هو قصدي قابل الموضوع. هو ممكن واكيد رافض، بس هو بيخشها من جانب استعطاف. تمام، يبقى كده احنا وضحنا خطوات كتابة القصة. الخطوة الثانية في كتابة القصة، خطواتها ان انا انشئ او اعمل انشاء هيكل محكم. ده اللي هو زي ما قلت عليه برضو، ان انا اكون عندي الهيكل بتاعي منظم ومحكم البناء، اي لا يختل كلمة او عبارة في النص. لازم ما يحصلش عندي خلل. التخطيط الدقيق لكل حدث، لازم يكون ارسم ويكون ليا تخطيط معين ودقيق لكل حدث. يعني اشوف امتى مثلا هعلى بالليفل بتاعي والاحداث تبقى مشوقة فيها، وهي دي تبقى ذروة الاحداث، وامتى ان انا هخلي بقى زي شوية فيها زي بقى الصراع يهدى فيها شوية، ويحصل بقى شيء من الهدوء كده وانا بقرأ القصة. يبقى انا بخطط كويس امتى تبقى الاحداث او ذروتها، وامتى الدنيا تهدى معايا في طريقة طبعا كتابة القصة. واللي بيكتب القصة بيبقى عنده دراية، وبيكتب القصة امتى بقى يحصل ان انا اصعد يعني بالاحداث. طبعا بيبقى خليها مشوقة، وبعد كده ان انا الصراع يهدى، او اوصل بيها لفكرة معينة كنت حابب اوصلها، او مثلا صراع معين والشخصية هتبدأ معايا ان انا خلاص في قلت ذروه الاحداث تبدا معايا بقى ان نوصل بقى لحل في المشكله، او مثلا حاجه توصل بالكاتب ان هي
وهو بيكتب ان مثلا الحاجه دي تبقى مفرحه للقارئ بقى، يعني هي نطلع بشبه ايه نتيجه للموضوع. طيب انشاء ملفات تعريف كل شخصيه بالقصه. لازم طبعا يكون انا اعرف ان الشخصيه، مثلا هكتب انا هشتغل مثلا في شخصيه معينه، فانا هسمي الشخصيه عندي مثلا انا هسميها ايا كان مسميها، محمد ولا شخصيه اي حد من الشخصيات، او كريم اديله صفه اي حاجه، يكون اكون ليا ملف تعريف لكل شخصيه. الشخصيه مثلا عندي دي دورها ايه، يعني انا هعمل الشخصيه دي دورها ايه، هل هو بقى دوره ان هو عمل مشكله في المجتمع واثرت بالسلب وهي سبب يعني الظلم الواقع عليه، طب يعني انا لازم ارسم الشخصيه اللي انا هشتغل عليها، هل هي مثلا بتكلم على واحد حرامي ولا واحد قاتل، ولا هناقشها من جانب تاني كويس، واحد مثلا كان بيحب واحده. فانا لازم اسمي الشخصيات عندي اشوف انا هو يعني الشخصيه دي دورها ايه، فلازم يكون كل شخصيه عندي اعرف دورها ايه عندي واصنفها. دي هتبقى مثلا شخصيه الام، دي شخصيه الاب، ده مثلا اخوها، ده الراجل اللي هو تعرض لهم في مشكله ما كده. يبقى انا عرفت كل شخصيه بالمسمى بتاعها، واللي هي هتبقى هي شخصيات رئيسيه معايا ومحوريه، هي اللي عليها العين زي ما بيقولوا، هي اللي عليها العين في القصه. طيب يجب ان تكون للقصه حادثه مثيره. لازم تكون قصتي مثيره اصلا يعني مشوقه، انا لو القصه مش مثيره خلاص انا مش هقراها. ولازم تكون الحادثه تستدعي، يعني مثلا قرانا قصص كتير، عايزه بقى حاجه جديده، موضوع نتناقش فيه جديد، قضيه جديده في العصر الراهن ده ومحدش يتكلم فيها، مثلا تقنيات معينه الشباب بقى بيستخدموها، اشوف مثلا الحاجه دي انا مؤيده ولا معارضه واناقشها، وطريقه يعني في فنيات بقى استخدم طريقه فنيات كده، وانا بكتب توصل معايا بقصه فيها تشويق. يجب على كل مشهد تصعيد الإثارة، يعني أحس كل مثلا أجي أقلب صفحاتي أحس إن أنا مشوق، إن أنا أنا هوصل للنهاية إيه، عايز أعرف فيما بعد، عايز أعرف إيه اللي هو في ثنايا الموضوع، عايز أعرف الشخصية عملت ليه كده، هل هي من هل هي مثلا يعني تعرضت لموقف ما ادى بيها لكده، ولا هو مثلا جانب نفسي اثر عليها، ولا هي حابه تنتقم من حاجه. يعني لازم يكون المشاهد عندي فيها تصعيد للاثاره، في لا نحاول انهاء التوتر والصراع للحفاظ على التشويق. يعني ما اجيش اكون عندي الاحداث انا مندمج فيها قوي قوي، وبعدين مره واحده اهبط كده واكتب كلام عادي، فاحس مع اللي بيقرا مني خلاص هو ايه مل بقى، حصل حاله من الملل، والصراع اللي كان هو متحمس وعايز يقرا ومشوق وكده بدا يروح منه، ما بقاش عنده بقى خلاص، ما بقاش فيه عنده الصراع كده، واللي هي الحماويه دي اللي هي يعني يكمل قصه، فخلاص بقى كده الموضوع بقى هيضيع من ايدينا. لازم يكون عندي تشويق واثاره مستمر للنهايه. الخطوه الثالثه اجذب انتباه القارئ ببدايه قويه. طبعا لما اجي اكتب في القصه لازم يكون بدايتي هي طريقه الكاتب بقى، يعني الكاتب بيبدا من ايه؟ من بدايته، هي البدايه دي هي اللي بتبين الكاتب من اولها، زي ما اقول لك العنوان باين من اوله، هو كده انا لما عملت عنوان حلو جذبت القارئ ان هو يقرا لي، واديته بدايه قويه، خلاص هو بقى عنده الاوبشن ان هو يكمل بقى، هيكمل معايا وهيقرا. يبقى انا اجذب انتباه القارئ ببدايه قويه. لابد ان تحتوي الاصل الافتتاحيه للقصه ببدايه جذابه، ده احنا قلناه كتير في الاول، ان انا لازم الفت نظر القارئ بافتتاحيه برده جذابه، بس ان هي برده ما تبقاش فيها اسهاب، الاسهاب ده احنا قلنا عليه بيبقى في الروايه. يعني زي ما قلت اهو، بيمكنك بدء مشهد درامي سواء
حادث سيارة، اختطاف، أو ممكن حاجة مفرحة، مش لازم كلها حاجات يعني حزينة أو تخض، يعني ممكن حاجات تبقى مشوقة، يعني حاجة تفرح، يعني مش لازم كله جانب حزن. يمكن أن تبدأ القصة بحوار بين شخصين، ده برضو في القصة احنا قلنا ممكن شخصية أو شخصيتين لا أكثر، لكن الرواية متعددة الشخصيات ولا خلاف في ذلك. الخطوة الرابعة، بكتب مسودة أو أكثر للموضوع عند كتابة، عند كتابتي يعني لازم يكون عندي مسودة. المسودة دي بقى فايدتها إيه؟ المسودة دي بتبقى حاجة اسمها حاجات كروكي كده في البداية، بكتب مثلا أي حاجة، بكتب مثلا إن أنا نفسي أكتبه عن الموضوع في مسودة صغيرة كده، إن أنا هناقش مثلا إيه الموضوع الفلاني دي، بس مش لازم، طالما كتبت فكرة كده من اللي أنا عايزة أكتبه في القصة معنى كده إن هو ده مسلم بيه، لأ، دي بتبقى مش صالحة، لسه أنا بدرب إيدي، أنا بدرب إيدي في المسودة. واحدة واحدة الامور اللي بعد كده تيجي، يعني هي دي افتتاحيه كده، بجرب ايدي. المسوده دي هتنفعني، ممكن تبقى هي خيط ينفعني لقدام، ان هو مثلا تنفعني في الاحداث، تنفعني تبقى برضو المسوده دي صالحه للتغيير، يعني كل ما انا بكتب كل ما انا بغير، يعني مش معنى ان انا كتبت قصه في اول الوهله الاولى ليها فمعنى كده ان هي دي خلاص دي النهائيه، لا، ده انا طول الوقت بقعد اعدل، وممكن خلاص خلصت جزء من الروايه النهارده، ممكن اسيبها الافضل تسيبها مدى شويه زمني، بحيث العقل بيرصد اخطاء قد تكون مش موجوده في ذلك في نفس الوقت، يعني في الوقت نفسه بتقول الله ده حلو قوي وكلام جميل، طب بعد كده بقول ايه ده؟ هو انا كاتبه كده ليه؟ طب انا مسميه الشخصيه دي كده ليه؟ لا مش حلوه، لا طب اصل الحدث دي مش فيها دراما كده، حاسه كده ان انا ايه تلصقتها يعني، او لازم إيه كتبتها اي كلام يعني، لكن كل بس لازم اكتب الاول، وبعدين دي عباره عن مسوده، وبعدين برجع لها مره اخرى في وقت لاحق، يعني مش لازم يكون في نفس الاسبوع، ممكن بعدها بشهر عادي، ممكن بعدها شهر اعدل تاني في القصه من اولها تاني من جديد لغايه اخر وقت، وانا بنهي القصه بعدل وبصلح، وممكن بعد ما يعني افنشها خالص وتكون كمان اتنشرت، ممكن مع الوقت بتتبين لي حاجات تانيه كتير تخليني ان انا في يوم من الايام اقول لا ده انا كنت عايزه اغير فيها، ان انا مثلا كنت اخليها بشكل كان هتبقى افضل وتبقى احلى. سبحان الله، الانسان كل يوم مره تاني بتظهر له حاجات مش موجوده، ما كانتش موجوده في الوقت الحالي، بتظهر له في وقت لاحق. لا تؤجل اي فكره اعتمادا على ذاكرتك في تذكرها لاحقا، بل دون الافكار. لازم ادون افكار زي ما انا قلت قبل كده، عشان بتبقى هي في الذاكره قصيره المدى، فبنساها ومش بفتكرها اصلا، وممكن تكون الفكره دي لموضوع مميز جدا او قصه مميزه عندي، وممكن تكون هي القصة اللي هترفعني زي ما بيقول، او هي اللي هتبقى حلقة انتشار ليا، فمهم جدا ان انا ادون افكاري دي بشكل مستمر، ما تجاهلش الافكار اللي بتجيلي، لانها بتبقى من زي الهام كده، او بتيجي على خيال دايما اللي بيحبوا يكتبوا. طيب، استخدام الفاظ بسيطة ذات دلالات كثيرة تثير حيرة القارئ، لازم يكون ألفاظي ما يعني أكون بسيط دايما، دايما البساطة دي بتلفت نظر القارئ، القارئ ما بيحبش الحاجة المتعقدة، بيحب الحاجة السلسة، بيحب الكلمات اللي فيها عمق وفي نفس الوقت ادتني دلالات كثيرة، ما بقاش أبقى متعمد أختار ألفاظ صعبة عشان يقولوا ده كاتب واو، ده بيقول حاجات ده إحنا مش عارفينها، لا، يبقى ألفاظي حلوة وفي نفس الوقت بسيطة، توصل لكل الفئات العمرية، لكل القلوب زي ما بيقولوا، وعشان ان انا اجذب انتباه القراء، بتبقى يعني في ناس ما احبش يعني اسم يعني اللي مثلا ان في كتاب ما ينفعش الروايات الخاصة بتاعتهم ما تتناسبش مع كل الفئات العمرية، في روايات تتناسب مع فئات عمرية كبيرة، وفي روايات تتناسب مع كل الفئات، تنفع مع الصغير وتنفع مع الكبير، وفي روايات تبقى خاصه بالجانب مثلا جانب الاطفال، قصص الاطفال كده تبقى خاصه بالجانب الطفولي، يبقى احنا كده لو انت حابب
تصنف نفسك ضمن مصنف معين يبقى دي حاجة حرية يعني شخصية، انت المسؤول، يعني انت مسؤول عن قراراتك. لكن الافضل ان يعني ان انت تتكلم الناس كلها بطريقة سلسة وبسيطة وتكون فيها إثارة وحيرة للقارئ. اجعل النهاية قوية، لازم تكون نهايتي قوية، ما تبقاش لازم تكون فيها تطابق، يعني ما جيش انا بتكلم في موضوع وفي الاخر اضرب نهاية بعيد عن الموضوع خالص، يبقى انا كده بوظت الايه، بوظت القصة عندي. لازم يكون في تناغم، في تناغم في كل حاجة، في الافكار، في الاحداث، في الشخصيات، في الزمان عندي، في المكان، يبقى عندي تناغم فكري وكتابي اطلع منها بنتيجه واطلع منها بقصه متميزه، وتكون عندي النهايه يعني ما فيهاش كده، مش محبطه للقارئ، النهايه تبقى مشوقه ومش ضعيفه. طيب في تساؤلات ممكن في نهايه القصه، هي دي ممكن تبوظ لي مثلا القصه، يعني ولازم اخلي بالي منها. ليس هناك أسوأ من إحباط القارئ من قصة مكتوبة بشكل جميل ونهاية ضعيفة. هذا اللي بتكلم فيه، أن أنا لازم يكون مش أنا أبدأ العمل بتاعي حلو وأرجع في الآخر أبقى أنهيها بنهاية ضعيفة، ده كله هيأثر على العمل بتاعي وهيفسد العمل القصصي أو الروائي عندي. طيب لابد من طرحها عند وضع النهاية، يعني في تساؤلات لابد من طرحها عند وضع النهاية. هل كنت بإعداد رهانات القصة بشكل مناسب؟ يعني أنا دلوقتي هل أنا القصة يعني نهيتها بشكل مناسب مع الأحداث؟ هل هي قصة يعني متوقعة ولا غير متوقعة؟ طيب هل هي يعني جذبتني، فيها تشويق، ولا هي أصلاً بعيدة كل البعد أصلاً عن أحداثي؟ مشكلة كبيرة لو أنا حصلت اللي انا جبت نهايه ملهاش علاقه بالموضوع، يبقى كده القصه بتاعتي فشلت، ما وصلتها خالص، زي ما كنا كده عملت اكله وبوظت الفينش بتاعها ورحت حطيت ملح كتير فكده بقى طعمها حادق بالنسبه لي، او اللي انا ما حطيتش الملح بشكل مظبوط فبقت عندي الاكل بقى دلع. فلازم يكون عندي الدنيا الكفه تبقى عندي فيها متناسبه. طيب هل اعطيت القارئ ما يكفي من تمهيد لنهايه غير متوقعه؟ لازم وانا بكتب النهايه عندي ابقى ابين في الكتابه ان انا بمهد لنهايه. النهايه على فكره ممكن ما تبقاش يعني مش لازم تكون النهايه صرف واضحه، ممكن اعمل نهايه مفتوحه، يعني النهايه المفتوحه دي من اجمل الكتاب، من اشطر الكتاب اللي بيعملوا الطريقه دي. ليه بقى؟ عشان هو بيخليني ويخلي القارئ ان هو يشارك الكاتب في النهايه، هو بقى اللي يتوقع يتوقع بقى، يعني هو بيشاركه ان هو بقى يتوقع النهايه تبقى عامله ازاي. فالنهايات المفتوحه دي بتدل على ان الكاتب ده كاتب متميز، يعني مش ان هو خلاص اداك النهايه وخلصنا، لا، هو بيخليك تتوقع. ممكن يكون مثلا هل اصابه شيء من الجنون، ولا هو يجري في الشارع يلحق مثلا صياد اسعاف، ولا هو جري بناء عن ايه؟ يعني مثلا الشخصيه في الاخر مثلا اخذت نفسها وبتجري بناء عن ايه؟ هل هي شافت حاجه خلتها تجري وبتلحقها، ولا مثلا هي حصل لها شيء من الذهول؟ لازم يكون في وقع يعني تكافؤ في اختياري للنهايات، يعني ممكن زي ما قلت ان هي تبقى نهايه مفتوحه عادي، وتبقى ان هي برضو مشوقه، ان هي مفتوحه ان هي مشوقه، واخلي بالي كويس جدا يبقى فيها تاثير عاطفي قوي على القارئ. يعني احنا بطبعنا بيشدنا التاثير العاطفي دايما، لازم يكون فيها التاثير العاطفي ده جانب مهم جدا في القصه، اللي ما ينفعش تكون القصه جافه، يعني ما ينفعش خالص، لان جمال القصه في التاثير العاطفي فيها. كده احنا وضحنا لازم النهايه تكون قويه وبكل اشكالها. الخطوه الخامسه، تاكد من ان كل جمله تستحق الاحتفاظ بها. يعني مثلا انا دلوقتي بكتب القصه القصيره، فانا قراتها كويس
ولقيت ان القصه خلاص اللي اذكرها يعني خلاص كامله متكامله، فانا احتفظت بكل جمله وهي تستحق الاحتفاظ بيها. طب انا حسيتها ان في مشكله، يبقى لازم اغير، بس اهم حاجه عندي ان لم يحدث خلل في النص عندي، ما يحصلش خلل، ده اهم شيء. لازم يحدث في تكافؤ في النص الكتابي. طيب اذا كنت تتساءل عن كيفيه جعل قصتك تنتقل من جيده لرائعه، فان السر في عمليه التحرير. لما اجي بكتب لازم اخد بالي وانا في اللي هي اعتبر في النهايه، يعني من المرحله اللي هي عمليه التحرير دي، مساله الكتابه دي في النهايه اللي هي الفينش الاخير، مهم جدا اهتم بيه. المرحله الاولى من التحرير، تاكد من ان كل جمله تستحق الاحتفاظ بيها. احنا قلناها، اقرا القصه بالدقه اكثر من مره. طبعا زي ما قلت في البدايه ان كل ما بقرا كل ما بلاقي اخطاء ممكن اراجعها من جديد واعيد صياغتها بشكل اخر، او اغير في شيء واحط بداله شيء اخر. ده مهم جدا في مساله التحرير في النهايه. انتبه الى تدفق الكلمات، اشوف عندي الكلمات هي في كلمات متكرره عندي كتير، في كلمات ملهاش لازمه، كل ده يعني ايه هيبقى مفيد بالنسبه لي. ارصد شده عواطفك في الكتابه. لازم يكون عندي جانب عاطفي شويه في الكتابه، اللي هي زي البهارات عندي، يعني دي مهمه جدا ان انا العواطف دي اللي بتخلي القارئ يقرا القصه ويبقى في جانب من التشويق. راقب ووتيره حبكتك، لازم يكون الحبكه مترابطه في القصه، ما بهاش فيها خلل، ما يبقاش القصة جانب مميز يعني جانب مشوق، وارجع في الصفحات اللي بعديها ان انا ايه بمشي حالي. ما ينفعش، لازم يكون الحبكة على وتيرة واحدة. اراقب دايما شغلي، ما يعني ايه، لازم اهتم بكل كلمة بكتبها. دقق فيما يعلمه القارئ تدريجيا عن شخصياتك، يعني لازم اوضح وانا بكتب الشخصيات عندي ووضحها بشكل مهم جدا، وادي كل شخصيه حقها وتكون مناسبه معايا في الاطار الكتابي للقصه القصيره. اقوم بتدوين اي انتقادات اجدها، حتى اذا كنت تعتقد انها غير مهمه، لازم اشوف اي حاجه ممكن تتاخد عليا ادونها. يعني مثلا لازم ادون اي انتقادات ممكن تبقى القارئ هياخدها عليا بعد القراءة. يعني لازم يكون عندي ان انا التزم برضو ايه الرأي والرأي الاخر، ان انا اكون ادي فرصة لغيري يقول رأيه. ممكن تبقى جانب ايجابي، ممكن يكون جانب سلبي، لازم يكون عندي المساحة ان انا اقبل بالرأي الاخر. حاول تحديد ثغرات الحبكة وقوم باصلاحها. لو عندي مشكلة في اي حبكة برجع تاني وبظبط الحبكة من جديد عشان اخرج بنتيجة فعالة. مواصفات القصة الجيدة، اول حاجة الايقاع السريع وتوالي الاحداث مع التقييم الوصف. ده اللي احنا قلناه في البداية، ان القصة القصيرة تتميز بالرتم بتاعها سريع واحداثها سريعة، تختلف عن الرواية. الرواية ممكن الكاتب يقعد يوصف ويحكي وكده، وفي تطويل وفي اسهاب، مش يعني بيدي براح للموضوع، على العكس من القصه القصيره ايقاعها سريع والريتم سريع. ولان القصه القصيره تبدا من 500 كلمه، تبدا تصنف قصه قصيره، مع التقليل من الوصف. الوصف طبعا بيبقى محدود برضه في القصه القصيره. لا تجعل من حفاظك على الايقاع السريع للاحداث سببا في ابهام السرد. السرد ده اللي هو احنا قلنا ايه، ده اللي احنا قلنا عليه، ده الكلام اللي انا بقوله، بس لازم اوضحه بطريقه صحيحه. لازم يكون السرد عندي في تسلسل وفي يعني الكلام واضح ومرتب ودقيق. فلازم في احداثي لم يحدث خلل في الايقاع السريع عندي، يعني ما يحصلش خلل. لازم يكون لو انا مثلا هتكلم على حاجات مهمه جدا بسرعه سريع سريع، يبقى لازم ان انا يكون السرد عندي لم يحدث فيه خلل، ما بقاش بقول كلام وخلاص. اصل انا مش بكلم صديقه وعايزه افهمها الموضوع وخلاص، لا، انا بخاطب الجمهور.
لا تسطح الشخصية، تخيلها إنسانا طبيعيا له عيوبه ومميزاته وأحزانه وأخلاقه. ما ينفعش تكون الشخصية عندي سطحية، لازم إن أنا أهتم إن هي برضو الشخصية اللي أنا بتكلم عنها فيها مشاعر وعواطف وفيها عيوب وفيها مميزات وبتحزن وبتفرح. أنا بتعامل مع الشخصية إن أنا إيه بإطار واقعي، ولكن أنا بصنفه بجانب خيالي من عندي، برسم الشخصية من دماغي، فلازم أعيش الشخصية والحالة وأقدمها كما ينبغي. لا تجعل الحدث الأكبر متوقعا واعتياديا ومخيبا للآمال، لابد أن يكون مفاجأة. ما ينفعش كل الأحداث عندي أقول أه ده هيحدث كذا، أه ده مش عارف ده هي حزينة، لا، لازم يكون عندي الحدث عندي غير متوقع، الحبكة عندي مميزة. ما اتكلمش مثلا ان فلان عيان فهو لازم بقى يموت، لا، ممكن حدث شيء فعال فتم شفائه، يبقى انا اعمل ما بقاش اسرد الاحداث اكني تسلسل، اكني واحد بيكلم حد وبيحكي معاه في موضوع وخلاص، لا، لازم يكون في حبكة فنية وفي طريقة بتجذب القارئ وتخليه يقدر يكمل القصة للنهاية. يجعل النهاية صادمة وغير متوقعة، ان اكون عندي النهاية قوية زي ما انا قلت وما فيهاش والنهاية يعني مش متوقعة. ممكن تكون النهاية مفتوحة، تبقى النهاية مش في خيالي بس برضه في صلب، يعني تبقى متناسبة مع الموضوع، يعني ممكن تكون مش على بالي بس في صلب الموضوع. دي مهم جدا عندي يعني، لكن ما تبقاش انا بتكلم في حاجه وفي الاخر الاقي ان هي مختلفه تماما، ده لا يتناسب نهائي مع القصه، مع اي قصه او مع روايه او اي جانب ادبي اصلا. تجنب التكرار واعاده الكلمات والحروف في الجمل، طبعا لازم يعني ما يكونش في تكرار واعاده الكلمات كتير. في كتاب على فكره بيبقى قاصد، دي بيبقى جانب ايجابي، يعني مش لازم يعني ممكن ناخدها من جانب ايجابي. في كتاب بيبقى عندهم التكرار لحاجات معينه هو عاوز من خلالها يوصل فكره معينه، يعني مش لازم كل التكرار هو بالاخص يبقى هو عنده مشكله في الكاتب ده، لا، في ممكن كاتب بيبقى عنده التكرار ده متعمده لجانب من الجوانب او عايز يلقي الضوء على شيء مهم جدا. مشكله بتواجه كثير من كتاب القصه قرب الانتهاء منها او الانهاء منها، ماذا افعل اذا كانت قصتي القصيره طويله جدا؟ هناك طريقه بسيطه لتلخيص القصه واختصارها، وهي طرح السؤال ماذا يحدث لو حذفت هذه الجمله؟ وهل سيختل السياق ولا لا؟ حتى تصل للجمل التي لا يمكن حذفها او بوسطها القصه الى كاتب اخر يمكن ان ينقذك كذلك من ارتكاب اخطاء كثيره. يمكنك التعامل مع محرر محترف لمراجعتها نحويا وبنائيا ولغويا. طيب الجانب ده مهم جدا. انا دلوقتي في مشاكل كتير بتواجه الكتاب، اهو دلوقتي خلص القصه وطبعا يعني بطريقه بسيطه وتمام ما فيهاش مشكله، لكن افرض بقى لو حذف جمله ومش عاجباه، هو لازم يستشعر بقى هل هي هيحدث خلل في السياق ولا مش هيحدث اي مشكله. لو هو هيحدث مشكله لازم يعني يسيب العباره او الجمله زي ما هي، ولو هيحدث ولو مش هيحدث خلل خلاص ممكن يبدل كلمه بدل كلمه او جمله بدل مكان جمله. اهم حاجه يكون النص عندي محكم والبناء عندي محكم وكامل الاركان عندي. طيب دايما انا بحب اوضح جدا معلومه مهمه جدا لكل الكتاب اللي ليهم ملكه الكتابه بيحبوا وعايزين يكتبوا. لازم لما تيجي تنهي القصه وخلاص انت انتهيت من القصه بتاعتك، لازم توديها لكاتب اخر او يعني كاتب اخر في نفس المجال او اي حد على درايه كافيه بالتصحيح اللغوي والنحوي وكده. ده مهم جدا. دايما كان دكتوري رحمه الله عليه الاستاذ الدكتور محمد علي سلامه استاذ النقد في جامعه حلوان، كان دايما يقول لي معلومه مفيده جدا استفدت منها رحمه الله عليه ويجعل علمه في ميزان حسناته. كان وضح لي نقطه مهمه جدا كانت انا غافله عنها،
قال لي العين الأخرى عين رافضة للأخطاء. أنا دلوقتي بكتب القصة بتاعتي، فأنا بالتالي مش أخدة بالي من أخطائي، أنا شايفاها، أنا يعني بعدل من دماغي، فدماغي بعيدة عن الغلط اللي هو غلط في دماغي. لكن العين الأخرى هي عين رافضة للأخطاء، هو هيبقى متعمد يرصد لي الخطأ ويقول لي تعالي أنت هنا في الحتة دي لا، في عندك حاجة زايدة، هنا عندك غلط، هنا التركيب غلط، لا أصل الأسلوب عندك مش مظبوط، غيري الجملة دي وحطي فكرة مكان فكرة وجملة مكان جملة، لا مش عارفة غيري مثلا، لا الموضوع ده في حتة في حاجة غلط، أنت عدليها من أولها. بمعنى كده لازم أخلي بالي إن أنا أدي شغلي، ومش حاجة عيب ولا تقلل، الدكتور بيدي الدكتور آخر زيه، يعني ما فيهاش اي مشكله ولا فيها يعني تقول زي انا دكتور واروح ادي الدكتور غيري، بالعكس ده دي قمه الرقي، ان انت لو انت دكتور ادي الدكتور غيرك، عشان هو هيبص عينه راصده لاخطائك انت، فهيبص بعينه هو، مش هيبص بعينك انت. فدي مهم جدا، يعني ده مهم جدا في اي عمل على فكره، حتى في مثلا واحد عايز يعمل رساله ماجستير دكتوراه، بيعمل اي رساله، بيعمل كتاب مثلا، عايز يكتب كتاب، يعني يعمل كتاب ليه خاص، يبقى لازم يكون يدي شغله لدكتور او متخصص اخر، هو اللي هيبقى يرصد اخطائه ويوجهه بشكل سليم. يبقى احنا هنا لو لازم اهتم جدا عند انتهاء من القصه عندي، ان انا اودي شغلي لكاتب اخر، هو اللي هينقذ او يطلع لي الاخطاء اللي ممكن انا فاكرها قليله، بس هو شايفها كبيره. وده برضو طبعا الفينش ده مهم جدا، احنا قلنا الفينش ده زي عامل زي الطبخه اللي هي مظبوطه ما فيهاش غلطه، فلازم انهيها بطريقه مشوقه متكامله الاركان، ما فيش اخطاء لغويه، ما فيش جمل متناسقه، التراكيب مظبوطه، الاسلوب فيها الاسلوبيه، لازم عندي الأسلوب عندي يبقى بطريقة تركيبية أسلوبية تمام التمام، ما يبقاش عندي مشكلة، مش قادر أوديها لكاتب آخر، في محرر محترفين في هذا المجال للمراجعة نحويا وبنائيا، يعني كل ما يتعلق بالطريقة باللغة عامة. كده احنا اتكلمنا في كل ما يختص بكتابة القصة القصيرة، وعندنا في كذا نموذج ممكن برضو نحب نوضحهم إن شاء الله. احنا كده اتكلمنا في أهم ما يخص القصة القصيرة، ويعني أنا اتكلمت برضو شوية عن الرواية بشيء بسيط، كل ده برضو هيفيد اللي حابب يكتب أو عنده الملكة دي، أو يعني أولاده يتميزون يعني بهذا الجانب، ده هيفيدهم جدا وهما بيكتبوا، لازم يكونوا على دراية كافية يعني يكون عندهم ثقافة ويقرأوا كتير، مش مجرد بس يكتب رواية أو قصة وخلاص، لازم يكون عنده ثراء لغوي، وده هيساعده جدا في كتابات مميزة، وهيبقى ليه مكانة في المجتمع وعلى الساحة الأدبية والثقافية بطريقة فعالة. وده طبعا لازم، طبعا انا لازم القي الضوء على الامهات بشكل مهم جدا، عشان انا شفت كتير امهات ما بتهتمش بالجانب الثقافي وبيهتموا بالجانب العلمي فقط، يعني يقول لا انا هوديك في الصف حاجات بس تثقيفيه كده، يعني ايه يعني يرفع عن نفسه، لا الجانب الثقافي ده مهم جدا مع الاطار العلمي، يبقى هو عنده موهبه انميها من وهو صغير، ما استناش ان هو يعتبرها جانب فرعي من الفروع، وخليه مع الوقت والزمن ان الموهبه دي تندثر، الموهبه لو اندثرت خلاص، هو ربنا اداله نعمه، لازم احافظ على النعمه دي واعليها، مش ان انا يعني احبط الطفل او اهمشه، لا الطفل ده هو اللي هيطلع بافكار، وهيطلع هيطلع بعلم وثقافه تخدم المجتمع، يبقى ليه مكانه في المجتمع، يقدر يفكر ويقدر يتكلم، ويقدر يبقى عنده حسن الالقاء والاستماع، ده مهم جدا، يعني لازم الامهات تهتم جدا من الجانب ده. وانا النهارده بتكلم وبرصد الموضوع ده بالاخص للامهات، لانهم
ساعات ما بياخدوش بالهم من أولادهم في الجوانب الثقافية، بيعتبروا ان هو ده مسألة ترفيه وليس جانب علمي. بالعكس، ده اللي هو ده ممكن يكون ان هو مفتاح ليرتقي ويرتفع ويكون ليه شأن في المجتمع عظيم، وبيطلع مسابقات على مستوى العالم العربي وبيسافروا بره كتير من خلال الجوانب الثقافية دي. فأنا أحب جدا الأمهات لما تشوف أولادها عندهم جانب ثقافي دعموه، ويعني قدم لهم في مسابقات أدبية ويقدم لهم في المنتديات الثقافية ويشاركوا في الأشياء الجميلة دي. وفي حاجات زي إبداع، وإبداع دي يعني الجانب يعني إبداع دي مهرجان إبداع ده موجود في القاهرة، متميز جدا للشباب اللي عندهم ثقافة وعندهم، سواء اللي عنده مميز في شعر، في مسرح، دراما، عنده جانب الغناء ده. وطبعا ده كله في مهرجان إبداع بيبقى فيه بيدعموا الشباب بشكل فعال. يعني ده شيء مميز، ولازم نهتم بثقافتنا، ودي هي اللي هترفعنا يعني، وهتبقى لنا شأن في مع كل المجتمعات، تبقى لنا بصمة ولينا مكانة بين البلاد. ويعني بشكركم جدا، وانا دلوقتي هنناقش مع بعض حاجة بسيطة من نماذج تعليمية ان شاء الله نستفاد مع بعض فيها. شكرا جزيلا دكتورة.